السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دي سوميلي. هذا النهار غادي نهضروا على كما عودناكم ان هانتوما شريتوا القنين ديالكم، درتوا لهم البلاصه فين غادي يكونوا. واحد الخطأ شائع هو اسمه هو الشد ديال الارنب. ملي كنبغيو نشدوا الارنب شحال من واحد كيجي لهنايا ويشدوا، كاين اللي كيشدوا من اللور من رجليه. الا شديتيه من اللور وكانت حامله غادي ياثر عليها، الا شديتي من الاذنين كيتصابوا هاد الكراوش ديالهم هنايا كيمرضوا. لذا الطريقه الصحيحه باش نشدوا الارنب هي كالتالي: ماشي هنا ماشي هنا، غادي نجيو هنايا تقريبا جيت الاذنين موراهم هنا، ونكمشوا واحد الكمشه هكا ونهزوا هكا. وكاع الا بغينا نعاونوا كنديروا بيدنا بهذه الطريقه. ها انتم، ها هو ملي نبغيو نشدوا مباشره غادي نجيو نحطوا يدنا هنا، نكمشوا كمشه هكا ونهزوا غير بميتها شويه، ونعاونوا بيدينا هنا. هذه هي الطريقه الصحيحه. اذا هذا النهار درنا هذه الطريقه ديال الشد، ديال كيفاش نشدوا وكيفاش نحملوا الارنب او الارنبه كما كان صغير او كبير. المهم هذه هي الطريقه الصحيحه، شحال من واحد غالط كيشدوا من هنا ولا من هنا. حنا درنا لكم الطريقه الصحيحه كما عودناكم. ان شاء الله غادي نديروا دوره تدريبيه كل حلقه، انتظرونا في الحلقه الجايه وغادي نقول لكم واحد المعلومه اللي غادي تفيدكم مزيان ان شاء الله. تابعونا وساندونا، تكيو على جيم ومرحبا بالتعاليق ديالكم. الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.